بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكركم السيد العزيز أمزاز على حرصكم على تغطية وتوثيق المجهودات المبذولة على مستوى مديرية قطاع الإفراج وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي على لتنظيم امتحانات شهادة البكالوريا في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 الذي بات يشكل بشكل عام تهديد حقيقي للعنصر البشري سواء ببلادنا أو بباقي دول العالم. كما أشكر أيضا من خلالكم كل العاملين والصاهرين على جريدتكم الإلكترونية عبر.com. امتحاناتنا لشهادة البكالوريا هذا الموسم لا يمكن الحديث عنها دون استحضار الإجراءات الوقائية المتخذة للوقاية من فيروس كوفيد 19، وهنا يمكن الحديث عن الإجراءات التي نسعى من خلالها ونسعى على الحرص وحفظ السلامة الصحية لكل المتدخلين سواء المترشحين أو الأطر الإدارية أو الأطر التربوية بمديريتنا. وهنا يمكن الحديث عن الإجراء الأول، وهو يتمثل في التقييد بمسافة التباعد المكاني والمحددة في متر ونصف على الأقل خلال تنفيذ العمليات الامتحانية. ولتحقيق هذه الغاية فقد تم حصر عدد مترشحين في 10 مترشحين في كل قاعة من جهة، ومن جهة ثانية تم تخفيض عدد المترشحين بكل المراكز إلى 240 مترشح ومترشحة على الأكثر في كل مركز. وهنا يمكن الحديث عن مديرية خنيفرة، فعدد القاعات عدد المراكز بالمديرية وهو 22 بما فيهم المؤسسة السجنية، وعدد القاعات المخصصة لاجتياز الامتحان بشكل عام وهي 497 قاعة مخصصة تم تجهيزها لهذا الغرض. النقطة الثانية وهو تم تنظيم أي لتخفيف عدد المترشحين بكل المراكز لابد من تنظيم الامتحان في شكل أقطاب، وهناك تم تخصيص الفترة الممتدة ما بين 3 و 4 يوليوز 2020، هذه الفترة مخصصة لاجتياز امتحانات خاصة بالقطب الأدبي، أي حينما نتكلم عن القطب الأدبي أي شعبة الآداب وشعبة العلوم الإنسانية. والفترة الممتدة من 6 إلى 9 يوليوز 2020 وهي خاصة بالقطب العلمي. وهنا يمكن الحديث عن عدد المترشحين بالمديرية خنيفرة. عدد المترشحين المدرسين العدد الإجمالي وهو 3830 مترشح، ينقسمون إلى القطب الأدبي بعدد 1399 مترشح، والقطب العلمي وهما عددهم 2431. هذا بالنسبة لأعداد المترشحين المدرسين. بالنسبة للمترشحين الأحرار وهو العدد هو 1066 مترشح كعدد إجمالي، ينقسمون إلى 422 في القطب العلمي الحر القطب العلمي و 644 القطب الأدبي. والاستثناء هذا السنة وهو أن عدد المترشحين الأحرار عادة العدد يكون أقل من هذا الرقم الذي سجل هذه السنة. الاستثناء هذا السنة وهو أن التلاميذ الذين يتم إقصاؤهم بسبب الغياب الغير مبرر أثناء اجتياز اختبارات التربية البدنية هذه السنة تم السماح لهم باجتياز الاختبارات رغم غيابهم في فترة التربية فترة الاختبارات الخاصة بالتربية البدنية لأن تم إلغاؤها وطنيا. أيضا لتحقيق هذا الإجراء أو لتحقيق تباعد مكاني بين المترشحين تم اعتماد هذه السنة المنشآت الرياضية كمراكز امتحان. وهنا يمكن الحديث عن القاعة الرياضية المغطاة بإقليم ببلدية خنيفرة والقاعة الرياضية المغطاة بثانوية أبو القاسم الزياني. أيضا تم هذه السنة اعتماد مراكز صحيح منفصلة تماما عن مراكز امتحان عكس السنوات الماضية، لأن عملية الامتحان لأن عملية صحيح إنجازات المترشحين ستنطلق بموازاة مع اجتياز الاختبارات، لذا تم تخصيص 4 مراكز منفصلة عن مراكز الإجراء.
هذا بالنسبة لي للإجراءات المتخذة لتخفيف من عمل لتحقيق هذا التباعد المكاني بين 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 المترشحين وبين كل المتدخلين. أيضا هناك إجراء لا يقل أهمية عن التباعد المكاني وهو يتمثل في قياس درجة حرارة المترشحين بواسطة أجهزة لقياس الحرارة عن بعد كما توفرها لكل مراكز إجراء الامتحانات ومراكز التصحيح. وهذه العملية ستشمل كل المتدخلين لدينا في تنظيم عملية الامتحان داخل المركز. هناك أيضا إجراء آخر وهو إلزام كل متدخلين بوضع كمامات بصفة مستمرة وتعقيم تعقيم اليدين بشكل مستمر. هي متوفرة داخل الآن المديرية قامت بتوفير كل هذه المعدات سواء أجهزة لقياس درجة الحرارة عن بعد سواء الكمامات بالشكل الذي يكفي في كل مركز. تم توفير أيضا الأقنعة الواقية الشفافة لكل المراكز. أيضا تم توفير المناديل الورقية. تم توفير أيضا القفازات اللي يتم استعمالها خاصة كتابات الامتحان الذين يتعاملون بشكل مباشر الذين لهم علاقة بشكل مباشر مع 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 مع, مع الأظرفة والأوراق وإلى غير ذلك. هذا من جهة. والمديرية قامت بهذه الترتيبات لأن وفرت المعقمات لكل المراكز المعقمات الكحولية وفرت القفازات وفرت الأقنعة الواقية وفرت الكمامات بالعدد الذي سيكفي الجميع. وأيضا قامت المديرية بإعطاء تعليماتها لكل لمراكز الامتحان تعليماتها على أن يتم على أن تسهر المراكز بدورها هي الأخرى على 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 على, على إلزام المترشحين بوضع الكمامات بالمراكز سواء داخل المركز سواء أثناء اجتياز اختباراتهم. كذلك تم المديرية أعطت تعليماتها لكي يسهر رؤساء المراكز على استعمال أكواب ذات استعمال واحد خاصة في تقديم الماء الصالح للشرب داخل المراكز. تم ايضا اعطاء تعليمات لالزام المترشحين بعدم تبادل الادوات داخل ادوات الاشتغال فيما بينهم داخل المراكز. ايضا اعطت تعليماتها كذلك لكي تقدم وجبات التغذيه داخل الاقسام الداخليه بشكل فردي. هذا لكي نسهر على تحقيق دائما اننا نحققوا دائما مبدا التباعد. النقطة الأخرى وهي تتمثل في تعقيم المراكز. فتعقيمها عملية تعقيم المراكز وتعقيم الأقسام الداخلية وتعقيم الفضاءات والممرات والمرافق الصحية يعني تعقيمها في بداية اليوم وبعد استعمالها يعني هذه العملية تبدو شيئا مستحيلة لأن خص كل مركز يكون فيه يعني من سيسهر على هذه العملية يعني همه الوحيد وهو يعني عملية التعقيم. هنا يا السيد المدير الإقليمي أني دار مشكور على هذه البادرة وهو أنه تم تعاقد مع شركة خاصة اللي غادي تسهر غادي يكون الدور ديالها وهو تعقيم كل فضاءات المركز وكل الفضاءات التي سيتم استعمالها أثناء العمليات الامتحانية. أن المديرية من جهة وكل رؤساء مراكز الامتحان من جهة ثانية عبأت كل وسائل الإعلام وكل وسائل التواصل الاجتماعي المتوفرة لديها وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ للتحسيس وتوعية المترشحين وأسرهم ومجموع المتدخلين بأهمية التقيد بالإجراءات الوقائية من فيروس كوفيد 19 أثناء عملية الإعداد للامتحان وإجرائه وكذلك أثناء عملية تصحيح إنجازات المترشحين. في الختام أود شكركم سي عبد العزيز على مجهوداتكم وأتمنى أن يوفق الله الجميع لما فيه الخير لهذه المديرية بشكل خاص ولهذه البلاد بشكل عام وأن يوفق الله المترشحين أبناءنا المترشحين والمترشحات أبناءنا في اجتياز هذه الاختبارات. وهنا الاختبارات فهو اختبار النجاة من كوفيد 19.
واختبار نيل شهادة البكالوريا للموسم 2020. وأتمنى أن تتضافر جهود الجميع لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.